قوى غير دستورية تسيير البلاد منذ 6 أو 7 سنوات الأخيرة، تصريح ليس من المعارضة بل من قيادي بارز في حزب ظل يدعم بوتفليقة منذ 1999، وكان من أول المطالبين بترشيح العهد الخامسة. صديق شهاب الذي كان حزبه أحد أقطاب التحالف الرئاسي قال بالحرف الواحد أن هناك قوى غير دستورية سيرة الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وقال أيضا هناك قوى تزعجها الأحزاب وهي قوى غير مهلكة لا يمكننا تسميتها غير دستورية غير منظمة، موجودة في كل مكان والزمان، والجزائر سيرت من طرف هذه القوى في العهدة الأخيرة منذ 6 أو 7 سنوات، وتزعجها أحزاب معاضة والمولى لأنها تأخذ منها جزء من الحكم. وقبله كان أحمد أو يحيى شخصيا ذهب نحو هذا الاتجاه في رؤيته للأزمة الحالية، حيث قال إنه على السلطة أن تستجيب في أسرع وقت ممكن لمطالب المتظاهرين، لكن يبدو أنه تناسى أو يعمل على أن ينسي الشعب في تأييده للمعاهدة الخامسة، بل وقال في تصريحات عبر قناة فرانس 24 ذات يوم: الشعب فرحان بترشح بوتفليقة، وهدد في المجلس الشعبي الوطني المتظاهرين بأن يحدث لهم ما حدث للسوريين حين أنطفلوا ضد بشار الأسد. لكن تصريحات صديق شهاب كشفت أيضا أن الأرندي لم تكن له الجرأة على قول ما كان يختل الجدا في له، وهو عدم ترشيح بوتفليقة العهد الخامسة، ولم تكن لديه شجاعة الكافية لقول ذلك، لكنه لم يبرر أسباب ذلك. هل هو خوف من القوى غير الدستورية أم لأهداف لا يعلمها إلا أو يحيى ومن يدور في فلكه؟ اليوم وبعد تصريحات ويحيى وشهاب، خرج القيادي المعروف في الأرندية بلقاص ملاحن ليفتح النار على القيادة الحالية للأرندي، حيث قال ملاحن: كان على أو يحيى أن يساند موقف الشعب حين كان في قصر الدكتور سعد أن وليس حين عاد إلى بنكانون مقر حزب الأرندي. ووصف القيادي في الأرندي المحسوب على المناوئين لأو يحيى موقف هذا الأخير بالضعف، مشددا على أنه كان عليه أن يواصل دعمه للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية نهاية عهدته يوم 28 أبريل، أو التزام الصمت وعدم الإعلان عن مواقف تناقض موقفه وهو في منصب وزير أول. وذهب ملاحن إلى أبعد من ذلك حين حمل أحمد أو يحيى مسؤولية إنفاق 600 مليار دولار من أصل 1000 مليار دولار، وذلك عبر 8 حكومات كان أو يحيى مسؤولا فيها عن الجهاز التنفيذي. الأفلان ليس في أحسن حال، وفي المعسكر الحالي في الأرندي، وأقصد الأفلان، ليس الوضع في أحسن حال، فقد تخلى الحزب عن الرئيس الذي ظل يطالبه بترشح العهد 5 و6 وجمعوا لأجل ذلك الآلاف في القاعة البيضاوية ليكون ذلك الحدث الشرارة التي رفعت من غضب الجزائريين الذين أطلقوا على من حضروا التجمع وعلى كل من كان يدور في فلك السلطة جماعة الكاشير. ومن سوء حظ معاذن بوشارك سياسيا أنه زعيم الأفلان في هذه المرحلة، لا يوجد معارضيه في الحزب يطالبون برحيله وأنه يتخندقون إلى صف الشعب، مما أرغمه على إعلان دعم حزبه لحراك الشارع متخليا بذلك على رئيس الحزب. وكان ناطق باسم الأفلان الحالي حسين خلدون قد أعلن انقلاب الأفلان عن بوتفليقة قبل بوشارب، فقد صرح قائلا: نحن مع التغيير الذي نادى به الشعب، ولا نريد أن نكون واجهة لنظام ارتكب أخطأ جسيمة. وأوضح خلدون في ذات السياق بأن الأفلان لا يبحث عن الريادة بل لا يريد استرجاع حجمه في المشهد السياسي، مؤكدا على إرادة القيادة الجديدة للحزب في احترام إرادة الشعب في اختيار رئيسه القادم. إذ أعطانا الشعب الأغلبية نأخذ الحكم، وإذا لم يعطينا القيادة مستعدون للعب دور المعارضة. يضيف حسين خلدون الذي يؤكد أيضا: نريد ديمقراطيات حقيقة وليس ديمقراطيات الواجهة، لأننا نسعى أيضا للجمهوريات الثانية. كذا انقلب حزبي لا فلان والأرندي في انتظار ما يصدر عن كل من تاج والأنبياء ربما في قادم الساعات أو الأيام.